زميلنا محمد ابو شنب الكام يوم اللي فاتوا، وطبعا هو كان استمر الايام الماضيه بالكامل في ابو سمبل وايضا ميناء ارقين وايضا لقاءات، وده يمكن من اهالي اسوان وعاملين زي ما بيقول كده بيجهزوا اماكن لاقامه يعني اخواتنا السودانيين بيجهزوها، ودي بتبقى مجهزه زي ما احنا بنشوف كده، واستقبال ناس طبعا ما بتبقاش عايز اي حته يقعد فيها، اي مكان يقعد فيه، فبيعملوا حاجات ايضا حتى لو حاجات بسيطه. ولسه من كام يوم اتكلمنا على الناس اللي بيجهزوا اكل وبيعملوا اكل، وناس تانيين يعملوا خيام بيجهزوها زي ما احنا بنشوف كده، استعدادا ايضا واستقبال لاي حد بيبقى. طبعا الناس اللي بتلجا الينا على الاقل بيلاقوا مكان يقدروا يستقروا فيه لحد ما يشوفوا مكان ايضا يستقروا فيه لفتره مؤقته، وان شاء الله تكون يا رب فتره مؤقته ما تبقاش فتره طويله. والنهارده يمكن كان في اول مباحثات جرت بين ممثلين عن قوات المسلحه السودانيه والدعم السريع في مدينه جده بالمملكه العربيه السعوديه، وبدات طبعا زي ما قالوا كده مسؤولين في القوات المسلحه السودانيه، قالوا ان احنا مش رايحين نقعد معاهم، احنا رايحين نتكلم على اجراءات خاصه بوقف اطلاق النار ودخول المساعدات الانسانيه. ده الجيش السوداني بيقولوا كده، الوفد اللي رايح، وفد ممثل عن الجيش السوداني ووفد ممثل عن القوات الدعم السريع، ثلاثه من هنا وثلاثه من هنا. الخارجيه المصريه النهارده من شويه طلعوا بيان، مصر طبعا ترحب بهذه الخطوه من جانب اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه، ورحبت جمهوريه مصر العربيه في بيان صادر عن وزاره الخارجيه النهارده ببدء المباحثات الاوليه بين ممثلين عن القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السريع في جده، مشيده بجهود المملكه العربيه السعوديه الشقيقه والجهود الاقليميه والدوليه التي اسهمت في تشجيع الاطراف السودانيه على بدء الحوار. واعربت جمهوريه مصر العربيه عن تطلعها لان تسفر المحادثات عن وقف شامل ودائم لاطلاق النار يحفظ ارواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق وييسر وصول المساعدات الانسانيه والاغاثيه للمتضررين. ده بيان مصر، وايضا الترحيب به ايضا بدايه اول اللقاءات وبدايه يعني الجلوس ما بين وفدين من القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السريع. تعالوا نتابع زميلنا محمد ابو شنب وهذا التقرير من محافظه اسوان. السودان ومصر عامة احنا بنربط نهر النيل، وفي احنا يعني في ترابط بيننا وبين السودان، يعني يعتبر احنا جراوة يعني. دول داخلين فعلا يعني جايين بلدهم التانية يعني. اما بالنسبة بقى عشان الفكرة او المبادرة طلعت من هنا مثلا من الكم او من اسوان عامة من نوبة يعني، طبعا في ناس كبيرة، في اطفال، في مرضى، طبعا مش هيستحملوا طبعا الحرب او مثلا ان في ان الحاجات بتاعت المعيشه بتاعتهم اليوميه مش هيقدروا يعني يجمعوها يوفروها عامه يعني. عشان كده لقينا اغلبهم جايين على الحدود عندنا هنا في ارجين، قلنا لا طب ما احنا اقرب بدل ما يروحوا مكان تاني، لا بيوت النوبه كلها تتفتح ليهم والجمعيات. وطبعا هنا الكامب طبعا الاستاذ وليد وفي الاستاذ فيليكس قالوا لا طب ما احنا كمان مع الجمعيات نفتح برضه احنا الكامب بتاعنا هيكون مفتوح.
احنا لازم نساعدهم في الشده دي، نقف معاهم يعني. فبنساعدهم ازاي؟ يعني نستضيفهم عندنا اول حاجه، بعد كده نكرمهم كأكل شرب نوفر لهم.